أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السبراني النسخة الرابعة من الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السبراني تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السبراني المحتفى به عالميا خلال شهر أكتوبر من كل عام. وتهدف الحملة إلى ترسيخ القيم المحافظة على الأمن الوطني ورفع مستوى الوعي بالأمن السبراني لدى جميع فئات المجتمع في المملكة والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السبرانية المتجددة وتحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال الأمن السبراني.